هتبقى كارثة كبرى. لكن في المقابل ما فيش حد منقذ من الطرف الآخر، لكن المنقذ أن نثبت دولة المؤسسات، ونثبت دولة المؤسسات. ودي أهمية مناقشة مضمون الدستور بقى، سيبك من الجمعية التأسيسية، مش متشكلة على مزاجنا، لكن احنا هنضغط عليها في اتجاه دستور محترم، وهيكون له تأثير كبير جدا ان شاء الله. مش صحيح ان الموضوع فالدستور وعمل دولة المؤسسات، ونحن نقوي الأحزاب ونقوي النقابات ونقوي جمعيات الأهلية، ومش ده مهم جدا في المرحلة القادمة. لكن ما فيش، اوعى تفتكر ان جول في تركيا انه مطلق الصراحية يقدر يعمل على مزاجه زي الرئيس ورؤساء المصريين السابقين، يصحى الصبح ياخد قرار، ولا أردوغان يقدر يصحى الصبح ياخد قرار على مزاجه. بيعمل توازنات، وهو رئيس حزب ورئيس برلمان وعنده جيش وعنده فاحنا عايزين دولة مؤسسات. دولة المؤسسات هي اللي مضمونة الاستمرار، مش عايز مفيش والحمد لله ان مفيش شخص في اجماع عليه عشان ننسى حكاية وهم البحث عن رئيس، وعايزين ننسى حكاية الفرعون. هو راجل هذه مهمة يقوم بها شخص معقول ويتحط تحت الاختبار، ويعني بالكتير لو قعد يقعد 4 سنين يعني، ومش هيعمل على مزاجه طول ال4 سنين كمان. سؤال اخير يا دكتور، النصيحة اللي توجهها للشباب او شباب الثورة بما فيهم يعني قدامى المحادثة، هي اللي انا كنت بقول عليه في الاول، ان اهم من عمل التظاهرات رغم من اهميتها والاعتصامات، هو عمل تنظيمات قوية اللي انا قلت عليه. اما اسمع ان في 180 ائتلاف، هذا اكبر ضرب للثورة. لابد من تطهير هذه الائتلافات من عناصر مندسة هي اللي خلت هذا الانقسام يحدث فيها. لابد من عمل تكتلات أساسية للثورة، لابد من وتحويلها الحزب السياسي، وكل ما نقلل الأحزاب ونعمل حزب واحد يمثل الثورة يبقى أفضل، وتقوية النقابات والعمل فيها النظامي والمؤسسي. يعني هنا عايز أقول لك حاجة، في المستقبل لما يبقى في نقابة قوية، مثلا ضربنا مثل بالنقل العام، لو في نقابة قوية، احنا كلنا تعبانين النقل العام واقف ومش عايزين نلغي الإضرابات، لكن لو في نقابة قوية تروح تتفاوض مع الحكومة هتقول له انا هوقف لك البلد، يبقى عارف ان في مصداقية لهذه الكلمة، فالتفاوض ينجح ونوصل للنتيجة. بدل فوجود نقابات ووجود لو الإخوان المسلمين عرفوا ان احنا نقدر نعمل لهم مليونية من غيرهم في ميدان التحرير هيسمعوا كلامنا، لكن ما نعملش اشباه مليونيات وكتير. بيحسن نعمل تنظيم قوي سياسي ونقابي وفي كل المجالات اللي هي بيسمى الأنظمة جماعيات الأهلية، بحيث لما نطلع نعمل طلعة واحدة نجيب فيها إنجاز، لكن مش كل يوم وكل جمعة وكل، بحيث تبتزل والمواطن العادي يبتدي يمل مننا، ويحصل بيحصل في ميدان التحرير دلوقتي. مصطفى الفي بتقول ان الرئيس القادم ياتي باتفاق مع امريكا واسرائيل، ما صحة هذا الكلام؟ ده اللي هم لسه بيحاولوا يعملوه ولسه عايشين فيه. في صحفي له علاقه بالعسكريين قال الكلام ده، وهو عادل حموده طلع في برنامج في الاوربت وقال كده، قال الرئيس الجاي لابد توافق عليه امريكا واسرائيل والفلول والتيار الاسلامي حاجه زي كده، خليط من ده. طبعا هذه الفكرة، طبعا مش ده الواقع، لكن هذا هو فكر المجلس العسكري اللي هو امتداد لحسني مبارك، ونحن في المقابل نرفض هذا الكلام الفارغ، وهذا اهدار للوطنية. ولابد، وان العلاقة بامريكا واسرائيل هي جوهر مشاكل مصر، ويمكن الثوار كان ده في ضميرهم، ما تحولش البرامج واضحة. لا احنا بقى مع الغاء كان بتفيد بالمعنى عدم الالتزام باي حاجة فيها، احنا نحولها الهدنة مع اسرائيل، مع اسرائيل فقط لا غير، لكن لا كويز ولا غاز ولا تقييد الجيش المصري داخل. طبعا في مراقبين قاعدين يقعدوا، احنا مش عايزين نحارب اسرائيل،
احنا مش عايزين نبادر في حرب اسرائيل، لكن ما فيش حاجه اسمها ان انا ما اقيد وجودي في اسرائيل. وعلى فكره اسرائيل اللي بتعمل كده مع كامب ديفيد، اللي عاجبها بتنفذه واللي مش عاجبها ما بتنفذوش. ايه رايك ان كامب ديفيد فيها 3 كيلو فقط في اسرائيل منزوعه السلاح، ومع هذا الدبابات الاسرائيليه بتدخل فيها، حتى الثلاثة كيلو اللي هي حاجة بسيط صغير جدا، بتخش القوات الإسرائيلية الثقيلة بتخش في الثلاثة كيلو دول. فأنا فالتعامل مع أمريكا وإسرائيل لابد، لن تنجح الثورة إلا إذا انتهت علاقة التبعية مع أمريكا وإسرائيل. ومجرد هذا القول اللي يقوله زمان الفقي وبيقوله النهاردة واحد صحفي على صلة بالمجلس العسكري، هذه إهانة لكرامة المصريين. يبقى بلاش منها مصر كلها، وبلاش منها ان يبقى في دولة مصرية اذا كان اللي حي رئيس الجمهورية لازم امريكا توافق عليه واسرائيل توافق عليه. انا تقييمك لمجلس الشعب والشورى، واحب اعرف حضرتك ليه تنازلت عن رئاسة الجمهورية، ترشحك لرئاسة الجمهورية. انا قلت قبل كده ان من الخطأ انك تتسوق ان الاسلاميين افتكروا انهم يعملوا حاجة في المجلسين. التشريع من غير قوة السلطة التشريعية، بدون سلطة تنفيذية، عاملة زي ايد واحدة لا تصفق. مش معنى كده لازم يكونوا من حزب واحد، لكن لازم تكون في قوة تنفيذية حقيقية. لكن احنا عندنا قوة تنفيذية ميتة استعناها من القبور، جبنا كمال الجنزوري وقالوا تبقى انت رئيس وزراء. يعني احمق قرار اتاخد في التاريخ انك تجيب بعد الثورة تجيب واحد يعني كاد يكون انتهى دوره في الحياة وكان رئيس وزراء تقليدي في عهد مبارك، اجيبه في كيف تأتي بوزارة ميتة والمجلس الشعب ينجح؟ ده مع افتراض انه ممتاز، فما بالك انه هو مش ممتاز ايضا. فمجلس الشعب انشغل بقى، انا ازاي تحط نفسك في الوضع ده؟ تاخد 60% عشان تبقى معارضة، تاخد 70% من اصوات الشعب عشان تعمل لجنة تخصي حقائق؟ طب ما انا كنت بعمل، انا عملت استجواب سنه 88 لزكي بدر وعاطف صدقي، وهاجمت حسني مبارك تحت قبه البرلمان في انتهاكات حقوق الانسان، لاني معارض اقدر اعمل استجواب. لكن بعد ما بقى معايا 70% من الاصوات اروح اعمل استجواب؟ هذه مهزله انك تقبليها. فبالتالي اكتشفوا ان هم الشعب مش راضي، لا يمكن حد مواطن مصري يوافق على ممارسة مجلس الشعب الأخير. وكل شوية المجلس العسكري يقول هحلكوا هحلكوا هحلكوا. طب لا، لازم يتهاجم هذا الكلام. وما فيش ثورة بتجيب محكمة دستورية بتاعت النظام البائد. تخلي الثورة الفرنسية مخليها المحكمة الدستورية بتاعت النظام الإقطاعي. طب ازاي يعني؟ اذا كان انت سقطت النظام الإقطاعي، فالراجل المزور رئيس المحكمة الدستورية هو اللي هيحدد لنا هذا البرلمان يستمر ولا لا. احنا ممكن احنا كشعب نحل المجلس بالثورة جديدة، لكن مش فاروق سلطان اللي يحدد ده بالاتفاق مع العسكريين. وبالتالي الإخوان حطوا نفسهم تحت رقبة، لأنه ليه سمحتوا بالاعتراف بأن في حاجة اسمها محكمة دستورية؟ هذه المحكمة المفروض تلغى يوم ما العسكريين مسكوا الحكم، لأن العسكريين لما مسكوا الحكم دي ما كانش مادة موجودة في الدستور نهائي. فيش الله يخليك. اهلا بيكم، الله يخليك، انا سعيد بهذا اللقاء.